بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا زي ما احنا قلنا في المقدمة بتاعتنا ان احنا هنعمل مراجعة سريعة على منهج الترم الأول. بالنسبة لمنهج الترم الأول بيبدأ بيونت 1 entitled Around Town. Around Town معناها حول المدينة، وهذه الوحدة بتتكلم عن المناطق التي يرتادها عامة الناس. فعلى سبيل المثال عندنا مجموعة من الكلمات زي Aquarium, Bank, Botanical Gardens, Library, Sports Center, Lake, Monument, Peaceful, Traffic, Specially. فهنا عارفين انه من ضمن الحاجات ان كلمة Aquarium دي من المناطق اللي الانسان بيروح فيها يستمتع برؤية الأحياء المائية. البوتانيكال جاردنز هو مكان جميل مليء بالنباتات ذات الألوان الزاهية التي تمتع النظر. بالنسبة من ضمن الأماكن العامة للإنسان بيرتدها لايبراري، المكتبة التي يستعير منها الكتب. أوكي، عندنا من ضمن الكلمات المهمة مونيمنت. مونيمنت معناها الآثار، والآثار هي الأشياء التي يبنيها الإنسان لكي يخلد فيها حدث أو شخص. معنى كلمة أثر من الآثار إن أنا يا إما على سبيل المثال تمثال بخلد فيه أحد الأشخاص، أو مبنى بأخلد فيه هذا المبنى والحدث. أوكي، من ضمن الكلمات المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحانات كلمة peaceful. وكلمة peaceful معناها آمن، بتساوي كلمة calm. وكلمة peaceful بتصف الأماكن الهادية زي القرى villages. أوكي، أما الدرس الثالث والرابع فمن أبرز الفوكابلري اللي موجود فيها exhibition معناها معرض أو عرض، space, ferry, valley, comfortable, passengers, tram, below. أبرز الكلمات اللي موجودة في هذه أبرز الكلمات اللي موجودة في هاتين الدرسين كلمة platform اللي هي معناها رصيف القطار، وهو المكان الذي يقف عليه الركاب ليستقلوا القطار. عندنا كلمة map وهي معناها الخريطة، وهي الرسم للبلدان والمدن. كلمة exhibition معناها معرض، والمعرض هو المكان الذي تعرض فيه الأشياء أو البضائع. يمكن أن يعرض فيه رسومات، يمكن أن تعرض فيه صور، يمكن أن تعرض فيه الأشياء لأي يكون الغرض سياحي، يعني الاستمتاع برؤية هذه الأشياء، أو قد يكون بهدف الشراء والبيع. عندنا تايم تيبل، ودي من ضمن الكلمات المهمة جدا جدا نعرفها، لأن احنا لما نيجي نشرح قواعد المضارع البسيط هنتكلم عن الكلمة دي. تايم تيبل معناها الجدول الزمني، والجدول الزمني يعني انت محدد أوقات معينة لأشياء هتقوم بيها في هذه الأوقات. أوكي، برضو عندنا من ضمن الكلمات المهمة في الوحدة كلمة جولري، وكلمة جولري معناها مجوهرات، والمجوهرات هي الأشياء الثمينة التي يرتديها الأشخاص وخاصة النساء، وقد تكون مصنوعة من البرونز والفضة أو الذهب. في كلمة تانية اسمها بوتري، الأواني الفخارية. كلمة سينشري، سينشري معناها القرن، والقرن هو 100 عام. اندورس، ظرف معناه داخل المنزل، عكسها the opposite of indoors is outdoors. اقتراح يعني suggestion، خارج المنزل اللي احنا قلناها من شوي outdoors. من ضمن الكلمات اللي ممكن ومن الضروري انك تبقى عارفها respond يستجيب، disagree يرفض، arrange يرتب، describe يصف، decision قرار، final نهائي. في من ضمن الكلمات كلمة review معناها مقالة نقدية. احنا عندنا في ثالثة إعدادي من ضمن الأسئلة المهمة جدا اللي بتجيلنا في الامتحان اللي بيطلب فيها معنى الكلمة أو عكسها، واحنا خدنا قبل من كده ان كلمة معنى يا إما تيجي meaning يا إما تيجي means يا إما تيجي synonym.
نحفظ قوي الثلاث كلمات دول meaning أو means أو synonym، يبقى هو عايز مرادف ومعنى الكلمة. أما إذا سأل في السؤال واستخدم كلمة opposite أو كلمة antonym، يبقى هو هنا عايز عكس الكلمة. أوكي. قدامي جدول ببعض الكلمات اللي اتذكرت في الوحدة الأولى، outside مرادفها outdoor، الانتونيم inside، outdoors السينونيم outside، الانتونيم indoors، politely معناها kindly أو nicely عكسها impolitely، remember معناها memorize عكسها forget، agree معناها accept أو allow وعكسها disagree أو refuse. من ضمن الأسئلة المهمة اللي بتتكرر في جميع الوحدات حاجة اسمها prefixes وحاجة اسمها suffixes، مهم أوي يا جماعة. تاني، يبقى أنا بركز معاك النهاردة في أساسيات مهمة جدا وهي منطلق من منطلقات الامتحانات. الكلمة ومعناها، الكلمة وعكسها، الكلمة لها بادئة ولها لاحقة، والبادئة معناها إيه؟ البادئة تعني أنك تضع حروفا في بداية الكلمة تغير إما نوعها أو معناها. اللاحقة هي حروف توضع في آخر الكلمة بنفس الطريقة، يا إما تغير نوع الكلمة يا إما تغير معناها. فعلى سبيل المثال، لو أنا زودت I am لكلمة polite، polite معناها مؤدب، impolite معناها غير مؤدب، يبقى هنا الـ I am وظيفتها إيه؟ وظيفتها أنها تضاف لبعض الكلمات تعدي عكس المعنى. عندنا لاحقة ثلاث حروف ERN بنزودها مثلا للاتجاهات، يعني أنا مثلا عندي north شمال، طب northern بقت شمالي، طيب شمال تحولت إلى شمالي بإضافة الـ ERN، يبقى أنا أفهم أن الـ ERN حولت الاسم إلى صفة. north northern، south southern، east eastern، west western، وهكذا. نيجي دلوقتي للجرامر بتاع الوحدة. ايه الجرامر اللي كان موجود في الوحدة؟ قالك اول حاجة في الجرامر استخدام زمن المضارع البسيط. كيف يستخدم زمن المضارع البسيط؟ قالك زمن المضارع البسيط ان تستخدم الفعل في التصريف الاول، I go to school، they play football. ولكن لما تتعامل مع he أو she أو it، لما تبدأ الجملة باسم مفرد بتزود s أو es أو ias. عمر comes early، تامر visits the aquarium، داليا washes the clothes. جميل قوي. هنا زمن المضارع البسيط مش جديد علينا، خدناه قبل من كده، لكن في الوحدة دي يعني بنركز على استخدام المضارع البسيط مع جدول المواعيد. انا قلت لك من شوي ان احنا عندنا جدول المواعيد اللي هي كلمة تايم تيبل، جدول المواعيد يعني تايم تيبل. ايه هو جدول المواعيد؟ جدول المواعيد هو تحديد أوقات معينة للقيام بأشياء محددة. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا عندي جدول في المدرسة، الحصة الأولى بتبدأ 8 بتنتهي 9 إلا تلت، الحصة الثانية بتبدأ 9 إلا تلت بتنتهي 9 وتلت، تمام، وهكذا. يبقى أنت هنا في جدول المواعيد بتحدد ميعاد للحصص في المدرسة. طب وبالنسبة مثلا للمواصلات العامة، نفس الفكرة، القطارات المتجهة إلى القاهرة لها مواعيد محددة، القطارات المتجهة إلى المنصورة لها مواعيد أخرى، وهكذا.
الكلام ده بيتحط في جدول زمن. اما نيجي نسأل سؤال او نستفسر عن معاد بنستخدم زمن المضارع البسيط. ازاي؟ يعني مثلا عندي سؤال يقول لك ايه what time does the film start. What time does the film start? It starts at 7 a.m. It starts at 7 a.m. انت بتسأل سؤال عن ميعاد الفيلم اللي هو ميعاده الساعة 7. استخدمت المضارع البسيط. يتكون من ايه؟ يتكون من do و does في السؤال. انا بقول الكلام باختصار. احنا عندنا استخدمنا التصريف الاول وفي السؤال تمام بنقوم نستخدم فعل مساعد اللي هو does. What time does the film start؟ ايه اللي خلاك تستخدم does على طول وبسرعة؟ ما هناش هنقول بالتفاصيل، هنقول احنا استخدمنا does لان زمن السؤال مضارع بسيط وكلمة فيلم مفرد غائب. طب لما تيجي تجاوب على السؤال ما انتش هتجيب does، هتعمل ايه؟ هتستخدم الفيرب مضاف اليه اس او اي اس او اي اي اس. It starts at 7. من ضمن الحاجات كمان اللي انت تعرفها استخدام البروبوزيشنز. والبروبوزيشنز هي حروف الجر. ما هي حروف الجر؟ ان، اون، ات، اتسترا. دول اشهر ثلاثة. طيب لما تيجي تستخدمهم مع الزمن قال لك في شوية ملحوظات لازم تاخد بالك منه. I go in the morning. I have lunch in the afternoon. I have lunch in the afternoon. I have dinner in the evening. I sleep at night. خلي بالك هنا. هنا الوحيدة اللي بتاخد at night. يبقى عندنا in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. دي حاجة. تاني حاجة. لما تيجي تتكلم عن الساعات. لما تيجي تتكلم عن الوقت بالساعات على طول تستخدم حرف الجر at. The film starts at 7 a.m. عمر comes at 8:30. طب وحرف الجر on؟ قال لك حرف الجر on بيجي مع ايام الاسبوع او التواريخ. ما هي تواريخ ايام؟ ما اقول لك مثلا the test is on 24th December. يعني الامتحان هيكون يوم 24 في شهر ديسمبر. on 24th December او on December 24th. he doesn't go to school on Fridays. تمام كويس قوي. اقول حاجه كمان، شوف يا بطل، عندنا مجموعه من الحاجات بتاخد ات زي ات ويك اندز او ات ذا ويك اند. طب بالنسبه لحروف الجر اللي بتتكلم عن المكان بنستخدم اما حرف جر او ظرف لما اجي احدد مكان حاجه معينه بحرف الجر، يا اما ياتي مع الزمن يا اما ياتي مع المكان. طب ازاي الكلام ده؟ يعني انت مثلا عندك مثلا كلمة between، بين، on the corner، على الناصية، next to، بجوار، opposite، امامة. على سبيل المثال the bank is opposite the museum. The bank is opposite the museum. لما تيجي تتكلم عن الديالوج كان هو مركز في الوحدة الاولى على السؤال عن الاتجاهات وإعطاء الاتجاهات. إنه يسأل عن الأماكن وإعطاء الاتجاهات للوصول إلى هذه الأماكن. Someone asks you where is the bank. أنت عارف مكان البنك؟ جميل، يبقى أنت هنا هتبدأ تقول له إيه؟ هتقول له تمام go straight on 30 meters. امشي قدامك 30 متر، then turn right، وبعدين انعطف يمينا. انت ممكن تغير الاسلوب ازاي؟
go past the botanical gardens. حضرتك هتمشي وتعدي البوتانيكال جاردنز. البوتانيكال جاردنز. The aquarium is on the corner. انت بتسألني على الاكواريوم هتلاقيه على الناصيه. طب في طريقه ثالثه. Take the second road. انت هتمشي هيقابلك طريق سيبه. امال هتعمل ايه؟ Take the second road يعني خد الطريق الثاني. تاني طريق هيقابلك. وبعدين The museum is on the left. هتلاقي المتحف اللي انت بتسأل عليه موجود على شمالك. يبقى انت لما بتيجي تدي اتجاهات يا اما انت عندك دلوقتي شوف فيه اربع طرق. امشي طوالي go straight on، انعطف يمينا turn right، انعطف يسارا turn left، on the corner على الناصية، next to بجوار، between بين. ده لو انت مثلا بتحدد مكان وسط اتنين، المكتبة ما بين المدرسة والمستشفى مثلا. The library is between the school and the hospital. بالنسبة للسؤال، في سؤال بيجي لطلاب أحبابنا طلاب الأزهر الشريف اللي هو سؤال situations، وبرضه هو خاص بالمحادثات، ولكن طريقته ان هو بيقول لك تخيل انك انت اتحطيت في موقف، قول السؤال او قول الإجابة اللي في الموقف ده. على سبيل المثال لما اجي اقول لك مثلا you ask your friend about the way to school، انت بتسأل واحد صاحبك عن الطريق اللي رايح الايه المدرسة. يبقى انت هنا في السؤال ده بتعمل ايه؟ انت كشخص بتمثل انك انت السائل. Can you tell me the way to the school؟ Where is the school؟ فين المدرسة؟ ممكن تجي لك بطريقة الرد ازاي؟ يعني يقولك مثلا Your friend suggested going to see the film. ليك صاحب بيقترح عليك ان كنتم تروحوا تتفرجوا على الفيلم. ايه الرد بتاعك؟ انت اتحطيت في الموقف ده هترد؟ طالما هو اللي بيقترح يبقى اللي مطلوب منك انك ترد. هتقول لي بقى نت الرد بتاع الاقتراح، هتقول لي على طول ان الرد بتاع الاقتراح that's a good idea. ده لو انت عجبك الايه، ده لو عجبك الاقتراح. لكن لو انت مش عايز، لو انت عندك اقتراح تاني عليك تقول له I am not very keen. What better go to the club. بلاش يا عم نروح الفيلم وتعال نروح كلب النادي.